والأئمة يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. فالإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت، يقول الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام مالك أيضا يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. والإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.